الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. شيخ وحول رحمه الله، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى ساسوكلوا هذا مرسل كي خفي أها يعني إرسال قرصون أي إساقنا ساسوكل اللمدة وحن نقنيا انقطاع خفي أها بنقنيا من معاصر لم يلقى إذا صدر من معاصر أما حال أهاضي من معاصر معاصر حالك أهاضي مرسلك إذا لا عصر أه كان معاصر كأهو لم يلقى أنو لكل من بمعنى عدا وحديثك كشيغ يا معاصر وكد حيسا لكن لقاء مجرو مركا وحوح كشيغ يا عبغارو لو قادن كرأينو لكل مي وحال أورانا يا نوع إرسال خفي بالأورانا لكن تدليس كي مسوق ليس مسوق ليسو على ماذا قال كود تدريسك وحي الشرطين أيان لقاء حيلي إلا بإلا لقاء وين وشراء هدان لقاء شرين وعدم الملاقات ماشى لقو أكسون يا هاي ولو معاصر بها شرتي تدريس معها حي نقول إيسا إرسال خفي مركا إذن إرسال خفي يتدريس أكتو ذا وحي تاي متباينان لبشا يوم يتكود نكا كلاء نسوق ذا قريكا سيدا بضان كماران ساسوي وكل بعضنا علماء قاركود وحي مران أي لهذان مره دي معاصرة دي أي شرته إرسال خفي نواته اعتبار بي تدريس نكون نقوم كرتان لكن سيدا أكثر كأبضيان واسدا كلام وحشيخ يري والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق فرق أولي حيوى دقيق وهو أن التدريس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه تدريس حقوق جاريه عدي كوري السي عد لا أقون صدي ولا قرتي إنه لك المي السجع وحل أجيها إنه لك المي مركو كوريو لفظ محتمل أه أما مهم أه إنه كقاطي السجع كجوريو تدريس بينهن فأما إن عاصره هدو معاصر لن نقدم يا وعصر لن هي ولم يعرف أنه لقيه أن لقرنا إنه لك المي فهو المرسل الخفي ومرسل في خفياوي ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير اللقي ومن أدخل كي سوغري في تعريف التدليس التدليس كتعريف وتعريفنا يا المعاصرة معاصرة سوغري ولو بغير اللقي كلانيانو تشيرن بي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه وحكون لازم يا إنه مرسل كخفي أنا سوغ ودقري تعريف كي تدليس أو إلى هدو تدليس إيو مرسل خفي ويسكود الجليان مرسل كخفي نوى قيب تدليس كقصي مدا تدليس كنوى كجود البلارية والصواب التفرقة بينهما سيدا لكن صحني أبداً كأي مران وإلا كلا فرقيه ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لم من قبيل التدريس وحكوت الصينية إن لا شرطنا يلقي يكولا لو شرطنا يتدريس كأن معاصرة كف الليل كلي جيد والله كما مارمان أيتها إلا با إلا إنه لكل مي حاو الدليل إسوافق علماء إسوافقين علماء الحديث إن مخضر منتي بمعنى عدي وقتي النبي صلى الله عليه وسلم شوكتي يدو مؤمنين نوليد هيا شن نبيك أن لكل من رواية دي سووريين ونبيك كسووريين يقول أين الشيخين واسطة دعونا حيسا إنه من قبيل الإرسال النقطة لا من قبيل التدليس نوع إرسال إنه كم من نقطة نوع التدليس كأين النقطة بيس هو فقين علماء ومرسل أين نقطة هذه معاصرة كليا لفظ مهم أهو عن أهو حلقة قورنا يعداس معاصرة دينا أي ترتو كلي قيادة لقول نقونا يوم مدلسنا هاي كان صلى الله هيدين مدلسين نقضا علمتنا عدتلوا مدلسين مترتو ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس معاصرة كلي هذه الوكا فتوم لها التدريس لقوديه سنة لكان هؤلاء مدلسين لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا مدلسين بين نقول هاي من نقول وأي النبي صلى الله عليه وسلم ده وقت إلى النولاين قطعها ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا لكن توحي قد وين يجو حل أكسون يهينا لكل من ما كان فرق الوحود حين كرا
عدن لأقيها إننا لكل من إيو عدن لكل أقين لكل من إننا لكل من أنت صاف فرق إيمان كرتا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد. على كل حال خلاف وكبير ترى مسألة ذا علماء قاركود ويقود قلين أيان حيكرد قيان إن عمومي خصوص أولي حيو وعدي معاصرة أي ترته لكن أن لقرن إن لكل مي يين أن لكل من حيليهين هذا اللفظ موهم وحكا قوري عن حين قال إيسا كأنه لقيه مركان الله من مدها مد قطعا لأقيها إن لكل من لما كان هذا مخضرمين تانا قطعا وحل لأقيها إن لكل من بي أهل العلم يقول مركا الشيقين مركا لبدا مسأله فرقه هلك وقد حيني. على كل حال لبدا مد والباء وحين قال إيسا نوع انقطاع خفي قابل نغنين لكن أكثر كسل إمران وصد الشيخ إنه الشيخي تدليس كان أكثر كوحي الشرطين يعني لقاء بعضنا لقاء أما معاصر اللقاء إنا نتشرين أن لغين أي دعي كرتين لكل مين أن لكل مين لقوا رقمين تايطاي بي بعضنا مريان لقاء قم حالقو قرنا إنا نتشرين وحالقو قرنا يبي لهدين علمدو إنو إساقو بكور رمين أن لكل مين وانا تأوحوا قبضا وحكروا لقو قرانا يا إمام مطلع أهي إنو جثميو وخلاف صن أو طريق لأقبالي كرو وعضينا يا إنو لكو المينة أن لهدين يعني إمام مطلع بها جثمي وهي لهذا الله مكو المينة هذه الرواية صحيحة الله هلو إنو يلوى كم قلال والصماع إلا هلو حين قلنا إسا الصماع إلا راعو لكن وإن طريق أي قصة أرتعيتها الطريق ثابتة لقوا مقرن كريل هذين علماء إن ماشى إرسال خفي كتشرو حديثك إنه مرنا الصعر وري السقو راويقني توس وقورين يا شيخا مركنا الصعر وري يضع إذو لحيسو تاسمع الضينا يسو إنه كما قال وهي مر مركا قاركو ذو حد عدا راوي إن لو شيخ حديث شيخ لو قسوريه لأن على هذا أسيدا كوريه بالواسطة كدبا واحد بعضين وسند عالية دونتو وشيخي برهات سدو أو مرضا بإساق اللفتي سكما قلو أو مركنا بدون واسطة وكوريو مركا احتمال وحا أقبالي كرا مركا وحاوية إنو عصو خلايتها مركا كتبا لقا قريبا شرتا المزيد في متصل الأسانيد كي لقو كوريي سند ضحل الرسم وحو الشيخ رحمه الله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي حنو صوم الرأي حديث كلا الردين يوحلو الردية إما للسقط أو لطعن سقطك أن وعدي سوى صوم مرني يدو مسائل بدني كترتي أين ضل مرني وحكى له حديثك اللو أقبلي ويا أولو الرديا طعن لدوره عد سلسلة السنة كم ده أي لدوره يا أما عدالده ذا لجرحين يا أما الضبطه ذا لجرحين يا أما الصبوت كمرك عدالده ذا لقهض ليا وجهالة يا وحلم ذا الوشيق يا أما الديانة ذا حق ذا لقهض ليا إما أن يكون لكذب الراوي طعني الرواد عد كم ظل طعني أموح أدعى أو حصلا لكذب الراوي راوي بين شيء جيس وبين شيء جايو وأدعى أو تهمته أموح أدعى تهمة اللي قلت تهمايو بذلك كاسو بنطع أو فحش غلطه أموح أدعى غلط كأوق الدماء هنا يتهي فحش من أدو فلحن وغلط كيس أدو بدين أو غفلته أما وحودعا راوي إن لطعني أما لدرا غفلة وغافل كي يهي أو يهي مد إنه وحفظه أو وحصقه كغافل كموقن أما كدوهن أو فسقه أما وحودعا فاسق نمديس الديانة ديس وحود من يهينه عدل آنه أهين فاسق يهي أو وهمه أما وحودعا غلط خيسا وإسموت سيه أو قلدمه سأين أهين أي وقت يذكر كود مودا السهو نويل هذا أو مخالفته أما وحودعا خلاف كيسو خلافه تذك الثقاطة وحديث كما كي ودوريان سيدا يوريان سكدوان ويسقورني أو جهالته أما وحودعا جهالة إسق اللقى الجاهل كي هي وأن لقرنين عين تيسا أما أن لقرنين حال فيس أو بدعته أما وحودعا بدعة ديسا وبدعة كسرية أو سوء حفظه أما وحودعا
حفظ جيسو إنه حيه أي أضعه. فالأول كهراء ولكذب الراوي حديث كأنه كبير شيء جايو أنا رنت أقانه بين واس حديث ككبير أبو رتين ويهي ويعني الموضوع موضوعي حديث كسوى حلارنا يا ومدل بين أبو رت. والثاني كلبات وكي متهم بالكذب هاي بنت اللي قلته ما يستي المتروك متروك وي وحديث لقتري والله ترى حديث كاس والله مقاته يعني يطرح ولا كرامة. والثالث كالصدحات وكي غلط كيس فاحش كأها وعاد يا آد وغلط كيس حماية غلط كيس حمانة وحلوغة شيدة بمعنى هو كثير الغلط وانتو الصواب ككرعه وصيد الصح ذا أشيغه يا انتو قلدمه وحابة فربضم انتو قلدمه. المنكر منكر وي على رأي رأي مركة لغو الصعوده آراء ذا علماء ذا كميدة. وكذا الرابع والخامس ساسوكلوا هذا كأفراد إياك الشناد نصاصو كلوها وهدي غفلة كسو قنطي أما فسقي كسو قنطي هاي إساقنا وحن نقول يا منكر حديث ليس. ثم الوهم إنت أدب الوهمك وغلط كلا اسمه تسيي إن اطلع هدي الله طالع ده عليه إساق الله طالع ده وهمكاس بالقرائن أماراتك لغو طالع ده لغو قرته وجمع الطرق يطريق يضع إن لكل ميو وحديثك الطرق دي سئن لكل مية الله يسكن الله قرته. فالمعلل كل علية إلا قادحة الله شريوي شيخ حنوت الماما يا رحمه الله أسباب حديثك اللور رديو إما للسقط أو للطعن لبدا مدوية سقط غواصوم مرة النوعية دي نوع اللباد وطعنوي إلا الدره الرواد عد كم إذا لقاحظ الله الله الدره وحو تري الشيخ طبعا شيء طبعاً شيء الرأوي قال لغو الدرو أي شيء طبعاً كان شيء وكل الدرينه طبعاً كان شيء ويكل الدرينه شن كم بده وحيون نغنا يعني حق عدالة شن كم بدنا وحيون نغنا يعني حق ضبط دقة إيه حفظ دقة قيب استوى حلا قيب يا لقبنا أيو أي نغنا وحنا الشيخ أكل هرمري يسيد أكل الدرناي أفبطه كدرناي أي هرمري الأسوأ فالأسوأ في السيء تصوح اللي لهذا وعلى سبيل التدلي مركوح لشيقة أيوه مروح الله شيقة سي مشوش أهوان مرتب أهين ومشوش وما ترتيب سنة مروح الله شيقة سي مرتبة وترتيب سنة سيدة ترتيب تاء مرتب كأمرك الله شيقة يمروح الله شيقة على سبيل الترقي من الأدنى إلى الأعلى مرنا وحالله شجع على سبيل التدلي سكر انشرلو دادقيه يا مركوح السمي على سبيل التدلي وحوح لقطة عن يرهاوي لقطة عن يتوح بوجهر مري أم حيا حديث النبي جينو كوبين شجعه وحكوا عكسي تهم ماذا أرينا قصة بصن تهم ماذا وامحي نكاسي مركو دتك وش شكينا يه حساوها الشيء كذا دتك وحكوها حساوية بين لكن دين تبينتك ما شاءه لكن حديث الناس كوا كحواشي يا بنتا كاسوح عليها متهم بالكذب بين بلغته ميس وحلم ذا إنه حديث شيخه حديث كاسنا أخلاف سنة هي قواعد أخلاف سنة هي طريق يسموه يمال كلنا عن الله واحد إذا لفتادنا اتهم بالكذب كان صنس نوع هرئي مركا كذب الراوي وحلو تشيدا وإنه أبريرو حديث كإنه كبير شيخه السهوا أما غلطا هذا يقدر حظه يلا مركب من نقول يصير نعس تعمد بالوشط يا طاهر حديث النبي قال هذا كبير شيء روح نقول يا حديث كاس موضوع وبين أبور إن لقاتل وعمل فلانة ما بنانا من الحجيستا ما بنانا بل الشيء جستي ثم بنانا إلا مع بيان وضعه حديث موضوع إلا الشيء قام ما بنانا وموضوع نمديس الأجي هي ذا موضوع نمديس العظيم يمو يعني من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أحد الكاذبين أحد الكاذبين لبذا بوا الله حركي والله طبتي أحد الكاذبين هذيل هي لبذا بيناله متكم يدوي وبيناله مركه رسمي يبيناله نقلنا يرى بمعنى يعلم عند أهل العلم بالحديث يرى والله طبتي بعضنا يرى وضبطي أمام في الأيام مركه حديث موضوع شيء قصي ثم بنانا مويانا إلا عضينا أيوه موضوع نمديس إنه موضوعي هنا وحلوه حكومة يظن غالبا
وقتي ذكرنا والله قطع كراه أحيانا لقوا كان يوم موضوع لماذا وحكم إذا إنه قرطاء يا كم إذا موضوع لماذا ولقوا كان إياه ولقوا كرنا أحيانا موضوع لماذا لقوا كان إياه وحكم إذا إنه حديث في هاي مد وحوي خلاف صن قواعد الدين ته أما أصولش الدين ته خلاف سيه هاي قطعا أما عقله هو خلاف سيه هاي قطعا أحيانا لقوا كرنا كريكم إذا وحكم إذا إنه روحني كذاب يهول لك سوية هاي حديث كأنه خب بين شيخه حديث كان استجم ويا عد كلا أن لقى هينين حلونا يا موضوع أسباب بضم بعلم هذا الشيء أسبابها كان صدقت كون حديث كخب بين شيخان وحكم إذا إنه زنديق هاي الدنيا يدين تأنه في السهاديو واللي إفساد الدين وقتشيدو وأنا لسون نقري الزنديق هذا قاركودين إلى هدين وحا أم سمية وبين أبورتي أفر كنا حديث من زنديق على سوق أبطي مركز صار للدونة إلا ديله مركز سويري هذا أفر كنا حديث بين سمية يعيدين كرنا يهدو هل لو قلت شواب يتعيشوا لها الجهاب ده علماء الجهاب ده فأقول نولان دونتا يقى صوت صار يعضيني شيخ وحورنا يا مركز الشيخ وحيالها لقو قرن كرو ومنها ما يؤخذ من حال المروي وحكم إذا وحيالها لقو قرن يا حديث دون موضوع يهي وحل السوري حال كيسة إن لقى قاته ولقى قرته كأن يكون مناقضا لنص القرآن سيدا إنه كهري من أيه قرآن كلفتيس نص كقرآن كهري من أو السنة المتواترة أما السنة المتواترة كهري من أيه وخلافها أو الإجماع القطعي أما وحمرك كهري من أيه إجماع قطعي ولا قطعين أيه إجماع نمديس أو صريح العقل أما عقل الصريح أبانو السنة بأوافق إنه كهري من أيه أنت همدنا وإستجان لكل مكرين أمام مد أهان أن لكل مكرين هدو يمادو النقرة يا الموضوع نمادي سرقته حيالها القربين أبرتين وحكم ذا متبوح يري إن الله خلق الفرس فأجرى الهي فرس بأبوري فرس كبا أرضي أرتسيي فرس كبا ديدي ثم خلق نفسه من العرق ليذ كن نفتي سكا أبوري كلها سوح سكا أبوري ليذ كفرسك وكذب يبين أبور تاسوك لو حل قطعين إياه موضوع نمديسة هدودون السند النظيفة هو السمايو وها تركيبيو لكن يقطع بكذبي لعن الله ما وضعه إلى هاي هن عضلو كوضعية يبين أبورتي وأرن تدخل لما أي وذكرنا إياه موضوع نمديسة وذكرنا إياه قارك لو حي لهدين لو اعتقدتم في حجر لنفعكم وحديث النبي لهدين وحكلا إسكدا يهدد رجح اعتقادي سان وعقيدة سان رجح وإذا أنفع يا رجحس هذا كذب هو علامة ابن القيم أرنا يا وضعه عبدة الأحجار عبدة الأوصان وكذب يا بين أبور هو السنة مضى أما مركع رجح أنت عابد شري أي بين أبور تسمي وحلقوا قرن كرا بيلها علماء قرائن الأحوال بلقوا قرن كرا حارضها على مدهودة على صون نقليا لم باين ان يرى ودلي معلم سودلي معلم قران مركز اسغو او يمي مركز سوي ولا دليه دليه قاس سنه تح حدثني عكرم علي بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معلم صبيانكم شراركم معلم صبيانكم شراركم عرورتي نكو وحو دغه معلمين تا او اي واكو ايدو كشرك بدن اغونا ان حريصن مايا خلكاس كو ودا ما كذب الموضوع بين ابوروي متكلا أيام مروحة دعضي إن لسكو قبطي تلو حسن البصري أبو هريرة وحما كم مغلم يسا كم مغلم مركز السنة تحاي سنة كنت مركو تحاي أيوحو لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة وكل النبي قايل صلى الله عليه وسلم حسن أبو هريرة وحوا كم مغلم شيخنا تادم بواب الصون نقلنا يا شرح نزهد أيوك الشيبي وحيالها كان صدو حكم إذا صاين الشيخنا إفساد الدين أما الدين الآن وحكا إنسطة عصبية أما الشعوب تكرد حيس أجناستا قبائشة أما مذاهب تكرد حيس متباوح السمائي حديث بين أبوره أو أبو حنيفة قطع عنني متكلاوح السمائي حديث بين أبوره أو شافع قطع عنني سند أنت تحي أيوح يلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس
وبين أبور كذب وي. أنا كان سطيع عصبية بين المذاهب مذاهبته عصبية دمرك أدح مرتي أيا كان سطيع مروحة كان صدق غلبة الجهري جهل يقول إنه غارب يهي سيدا مركا وحوي الزهاد دقار كود يا عباد دقار كود إن الحديث بين أبورة أسما إيان فضائل القرآن القرآن كورنا سورة سورة جميع سور القرآن وحلو ويديب على يدي إنك لورن شري نوح ابن أبي مريم نوح الجامع وحيا جمع كل شيء إلا الصدق وحوال بواك كل صدقية هاي نكاس على اللي رنت موياني بحكة لورن بواك كل صدقية تبحو كل صدقية هدي رنت وكما غنت الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار هذير هنا مغنتي محاد شوقة حيقولين جماعة كل شيء إلا الصدق أحاديث بو السمائي وفضائش القرآن كالصورة الصورة دي قد تشيني صورة دا نروح آخرية فضل يا نوعي نوعي هلية مد مدافة يصور كالقرآن وقال يا أفر يطبق الصورة دا مد والب فضيل أشهر وليه النبي قايد صلى الله عليه وسلم سنة نوت حيا مركز الويل حقات ككنتي سنة كان عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا سنة كان أد عكرمة كورينا يسوع عكرمة ابن عباس كورينا أيو فضائش الصور كقرآن كورنا سورة سورة أصحابتي عكرمنا عد الشيكتي عن الله حقات ككنت وحر وحن أركيدتك وكتشستي قرآنك أكون مشغولي فقه أبو حنيفة أيو مغازيدي يسيروينكي محمد بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة وحاندتشي وبين أبور تيبو لأحاديثة أتشردون أن أتشردون يوضتك خير الله ربا حاب كليه وناك بان ربا أمنفقة الأيتام من كد فرجها لكن ويل لا تزني ولا تصدقي قبل با واحد تلي تشرك هذا إيه بسون واحد تلي هذا أقون بانكم مصروف فيه لكن ويل لا تزني ولا تصدقي مثل لفتيسة ميسرة ابن عبد ربي هذا الكنو كان الشبهاء يسمون الشيطان نبين أبورك الصاء والصمينين وحي قاركود إلى هدين سوى النبي قولي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار وحي لا نكذب عليه إنما نكذب له كما بين أبورنا إنا إساقا نبين أبورنا إنا يا شرعي سان الدوني نادتك إن أسو تشيدين أسو تشيدين الغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة نيونا كثمر لنا كلها منافقين تمرك حمان تلي مدن وحيل إن أردنا إلا الحسنى لكن محال الربا هذين نيونا كثمر ترتوين يكرم به تين متابعة دين لي مدن الإخلاص والمتابعة حديث كأي واحد عضي رواية عن سقنين بجرته من كذب علي ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار مركز زيادة ليضل الناس ما الصغنى لأنه وحي إلى دين وحل الديدة يا وحوية وإن نبي صلى الله عليه وسلم الله بين أبورته الله بين أبورنا لقصد الإضلال للناس تدك إن للمين يدرى دين أنا وحن بين أبورنا إن سيأنا تدك أحن وإن والشرع ومبهنا مركز مركز وحن إن بين ومبهنا شرعه كامل شرعه ودمستريه كامل اليوم أكملت لكم دينكم رواية أننا مصرنا وهي علماء دولة هذين حتى هذا السقنان الله هيد مصرنين اللهم كوحون نقول لها اللهم العاقبة والصيرورة ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله يعني عاقبة أرهن كود وقدم بيه إضلال ضدك أي لمن أيان لكن لو قمت شهده مذموم وحي تيكري إياه ما هي قصتك أو العيس لكن ما السقنا اللي يضل الناس قارك لا وحي لهدين ما كذب علي مركا ليلي وحلوك شيدا ساو فهنتين ما حلوك شيدا وحلوك شيدا روحا يقول بين أبورته وحانا أهين يقول الشيء يقول هذا الصاحر وي شاعر وي كاهن وي كذب علي ساسا لوك شيدا هذا باطل 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 وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا وكالسيوط عرنا يألف يديسا مركو والضاعين تكهض لي يوحى وقشر بضان الصوفية وقشر بضان والضاعين أحاديثة كبيرا أبورة النبي هذا النبي كبيرا أبورة والضاعين صوفية وقشر بضان صوفية ذا صو أحاديثة بين أبورتي محتسبين الأجر فيما يدعوا حالي أجر نيسانيان
الدون يان أشر إنا يكوه لان سيد الشيخنا يان وشر الوضاعين أي سيوت أرمي يدعو أصلها وحيد يدعون لكن بدون جازم أي فعل كالقوي تصنوا لغة لبعض العرب في بعض الأحيان وادعها تنصص كل سنة ويح وعشيخ ولي وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به أشياء ضائن الشيخنا يمين وذا الشيخين أشياء ذو الشيخ التحية لما انتد وحاران وقصد بنينا يا مجشر إن حديث لبين أبو رتا سنة بين النبي إن لقوب بين أبو رتا ما بنانا بإجماع من يعتد به علماء الله اعتبارية لا ترصدون لن أي قوة إجماع سنة حرام تاني بنانا هيا شك الرامية دا قار كود يصوفية دا قار كود بلغة سون نقلية ولغة صور راي يقول علماء الله اعتبارية إلا اعتدادة كمان بدأها مركا استثناءكم منقطع بالنقنية يعني وضعك بنيين والترغيب كي ترهيبك أي كوب بنيين وأنا خطأ يقول كدع والجهل كدع الشيء وهي الترغيب كي ترهيبك وحكم دي هاي أحكام الشرع أبو كم دي وحين علماء الله ما نسكوا وافقين بين إن لو برير النبي قال لك بين شيغيا إن الدنوب تكبائر وين كم من كبائر الدنوب بل علماء قال كود وحي قبان إن لو برير وعمد النبي قال لك بين أبو رتا إن تاي كفر بالله ومن لدى بالكلية لقى بحيه وانا سيد أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وسيد يري أوحو يري روح مركا أبريرا نبيه إنه كبين أبو رتا وقالوا من لدى واقى بحيه طيب فكر علماء كم دينا إسلا سيداس أي الدور تين وكل راعين هيا شيء جمهور كعلماء وحي قبان بنت النبي قال لقبين أبو رنيا عمدا هدان لحلاشنين أما وحا الله قبين أبو رنيا أين أهين شيء حلال حاران تنمين أيا أما حاران حلالين أيا كفر أكبر نقون ما يسي لكن فسق فربضن بين نقون يسا فسقي وين من كبائر الذنوب أي نقون يسا لكن كفر بالله ومن لدى بالكلية لقب حي نقون يسا بدون استحلال وحي كلاو علماء اسكوا وافقين موضوعين لورياء حاران تين بنانين واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه مسلم باكوس وصاري مقدمة صحيحه شيخ وإطلاقي لكن صح وحي تهي إن في مقدمة صحيحه وقيده أي تهي سلا معروف كرا ويحي قيب طلبات أقسام تمردود ككمت كأهي وكي تهمة الراوي بالكذب أي كسر غنطهي مركا الراوي قهدو يهي متهم بالكذب وفي حديث الناس وبينتك الشيخ حديث كيسو متروك بالنغنية متروكنا ضعيف جدا آدي آدو ضعيفية مركا متروك وحنا ما قوينا إيو إساقنا لما قوينا والضعف الشديد والدرن عكو حقا موضوعي نوع صدحات والمنكر على الرأي وكي غلط كيسو فربضنا آدو قل دميشري علماء قال كود رأي وحيكو قبان إن العرنة يمنكر وأنا علماء الشرطين منكر كإن مخالفة الرعضه لكن علماء الشرطين إسا إن مخالفة الرعضه ضعفنا وهليه كان منكر كردقية وكإن صوم الرأي منكر يمعروف إسقابل سينية والرأي كلكاس لكن علماء الشرطين إن قيد المخالفة والشرطين المنكر لماذا؟ حيلين كانوا منكر إساقنا الضعف يسوى الشديد والدريه وحلم إذا كأفراد يكشناد وكي غفل دي سفر بضنيد أما فسقه سؤوم مغضي فاسقها حديث كودو صدح ضبوة منكر فاحش الغلط بمعنى كثير الغلط كثير الغفلة غفل دي سيمو قنانتي سيبلو هنانتي سابضا وحو الشيقي متنبهكم أها وحلقا يا أبا مسألة دي مسألة أنا هين أنا وبقى طبع مركا فرقا ويرلحي أما وفاسق با ومعاصر إيا الدنوب تشهوات كأه أيو مركا وحوي عمدا ولي مادا يعني كذب كأهين كذب كقارب هو قاريا لكن بعض الذنوب وكلاء يلي مادا بدعادي يدو حوية النوع فسقي هاهاتو لكن ما دام آنو فسقي إنا يتهي أقبين يدو النوع قارا لقرده بدعادي دب ككيني مركا فسقي هاهاتو لكن يدو الضنبيسي فسقي واحد كسار يسا كذب كي حديث الناس وكبين شيبي كاصل نوع مطروك وقار نغضا كسار بدعادينا يدنا كسارو حق الضنبرده معاصدي كلاء آن كذب أهين في حديث الناس إنه كبين شيغو حديث رسول كادو كبين شيغو دواب كدابو إساقو حقه هرين موضوعي وي حدو الشيكادة كلا بينتكو حواشي لكن أنا حديث كبينتكو شيغين
سجن وكائن صوم الرواقيب طلبات هذوم معاصك هل لي ما أدو حنقنا يا منكر صدح ذا قيبود ومنكر منكر كضعف يسوى درين يهي ساس أود إن منكب مه السجن وحبله مكبه لا يجبر ولا ينجبر السجن وح مكبه يه السجن الله مكبه يه وح كل شيء حجوا وهمك وهمكو وغلط كل عين واسمه تسين مركب وح كجد وين يكيه رفاعش الغلط بوها وهمك نوع غلطها هذا اللي كمو فربطنا كان وحوي يانو هل كابك قارسي سناني فحاشضا يانو قارسي سنان به قلطة ده وهم يكون عيا وحديث مرسل مرء حريرين ايو من منقطع وحريرين ايو حديث وحديث بحقرين ايو اي اشياء ده لم يتكاه حين نقول ايسا يدنا وهم هدي قرائن لقوه قادية علامات اما تطبع طرق الله راعي لقوه قادو ترقيد حديث قال بارباري لأن ما كسبه حصوب بحضي قالت كميشة كتيرة وحليها معلل بالي هذا معلل أي اللي يده هذا وحديث كل علية علة قادي حدا على قشرة وحنا يده هذين علماء النوعية حديث كالنوع وقو قرسوني ذا بدن كرش هذا لجرنا يانا وكي وقو قرسوني ذا بدن ضعف يدن كلي وكسه لينهين سيد الله إدراكيو الله جرنا يو يسيد إلى الحديث الله جرنا يا وكل الدوين على الحديث وحيو بعنت هاي حفظ بضن يفهم بضن يأقوم بضن يرواد إن آد لوجو أقوم لي هاي السانيد إن آد لو تطبعي أي آد يأذق بعنت مرك أقوم زيادة عدولة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيوم بعيل الحديث إدراكي كرتا ولا ماذا حديث كتقانور دمين إلا ذا حديث ديني ودهليل يان ما على الحديث وأمور خفية وأمور قرصون سساودد علماء نقاد وبع دير كله علمك حديثك أيوم با مركا إدراك كرت حفظ واسعة يفهم مركا دوسايا يأقون لما يسترا يعني أوله ساس أود يدوح الشيخ ورانا يعني عد يرباك هذا الشيء ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن علماء حديثك كما يوضح لنا علم الحديث أفراد كوبان باك هذا الشيء أي كم يديهين علي بن مديني يا أحمد بن حنبل يا بخاري يا يعقوب بن شيبة يا أبي حاتم يا أبي الزرعة يا دار قدني يا علماء كلا ولا مدا ما هم محصورين أنتوا أنت فوق وأنت عاي لكن حلقات الماما يا علماء ضع يا علماء كلا أشبهها أيك الله سيد هذا بل لقوق جرن كرا واحد طاعل الحديث أن طرق الحديث كلية هاي لا تتبعه ولا راعه طرق الحديث كذي لا تتبعه ولا راعه وحلقة يا باع الذين كم غطون وتعالي بن مدينة يلي الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه باب كاتنا طرق سكر منين الصؤر خطأ سعدان ما خطأ سينو عدادو حلوه لكرا إن طرق دي حديث كمركا لكل مية لصؤر تسلوه لكرا مركا آدي آد وحي علماء دو أماني تشرين إن طرق دي حديث كآد الله تتبعه الله رارا الذي وحلقه يا أبا ميل إنك الصوم مقطّع أي مركّد عكرت ولا مكرّات المامي إن طرق ذا حديث إلا راه راعي أسان الديسة وحديث كلا دونا الذي سئل له أجاده أنت الطريق لي يهود لم يسند لي يهود لم بلا صوت معنيا ركسل لي أجي وحكي كلا دوني وحلقه يا أبا هدا وإنه كصوب بحو ميل السقط الراوي وحلقه يا أبا إنه الراوي يعني سدو أوريجي السنة كان نظيف تأه أدمو الدرب وإن وذا الثقاد يهين وكسو وريي إن لها الطريق هلا كبدلية راوي راوي كبدلية يعني أشياء بصوب حكرتها كوحيا لها لقو إدراكي كرأي مركا كم التهي وحلقا يا أبا طريقا إساقو موصولة أي لسو وريي ظاهر كيسا نصيحة كم وقته هذا وحل لها الطريق هلا مرسلة وعد إرسالنا يسوي بأرجح أي كتهاي عدا وصل سي مركسالونا يا حديث كان ومرسل الصحيح أنه مرسل هذا مارك وحلقة يا أبا إنه مركا طريقا إنه الشيء وحوي السماع راوي وراوي كما قالي راوي أن اللي قوي قانة تدليس لكن إن حفظ جيسا خفيف الضبط والسنة كأنت كسو كيسا كسو غان باكو وهميي إنه السماع الشيء عد كأرجح سنبا لهالي وعن عندي سويسا حنا قنايا خفيف الضبط يسقها ضيس عارضان ومن نصا وشيقه من نصا وشيقه كلا الرعية
لا شك الثقة على الرعية، إن كان ضابطك على الرعية، الضبط يقصد لما يستري مدبا وحلقة يا با حديثك إنه بسوري صغى نبي قال له رفعي طريق قرار لهري أو بسورينا إيا موقوف نمو وحد يعكرت علماء حديثك إنه يلهدان الوقف أصح حديثك إنه موقوف فيها أصح سيدا أولها الصواب ككوية هي وصاص مثلا وحلقة يا با السند إلا كانوا أو حديثك أي نقطة سند كرقة سورينا يا وضع الثقات عدة كالورينا يسانة وعد تعاصر كل يوم معاصرة دي واجرتان لكن حديث كان معروف كوية هي راوي ضعيف فأيا لقورين شري راوي ضعيف كابو حديث كان نركا لقردي طريق كالو نكالي وريا الله هراي أو شيخ راوي ضعيف كاكسر ريه توس وقورين ايو معاصرة دي واجرتان والحديث كو معروف كوها سيدن بو معروف كوها نكن ضعيف فين ودحفر ليه طريقة كلا عين كان يمحويه حديث باتشرا كصاب سنسهوية مركا الروح الصلاة التحيات كان لحككعه سهوا فإن استطم قائما لم يرجع وإن لم يستطم قائما رجع هذا سقم مات يسوى ذا التاق ونصر نقنا هذا لكن سقم مات يسوى ذا التاق ونقنا إياه فرقنا مكر الله إن التاقنا ذا ودوادينا ودوان حديث عين كان شيقي أتشرا حديث كان الشيخ الباني رواية جابر الجعفي كم مرم به هري وإبراهيم ابن الطهمان وسورني تنوح للسنة كذا والصحيح حديث تنوح معروف كوها إن جابر الجعفي ونحفر ليه أرضي ذي الشيخ كم ذا أو شيخنا أماني أيا وحو يلي كتب التراجي مركان باري إبراهيم ابن الطهمان ننكن إنه وحكور إيوه هذا هو وحكورين إيوه إذ شكتي معرض كوحي أبضان طهي إن ماشى جابر الجعفي أم كدعي كتب التراجمنا مركان باري إذ شيء جيسا مشايخ دي سئنو نكن كم دي هاي جابر حديث كسوريني حضنا إبراهيم بن الطهمان كوريني ما نهري إبراهيم بن الطهمان لفتي سو جابر الجعفي وحبو كوريا ساس أود الحديث سو معلول فإذا أصيب بهم بحثي وايح على لك أحاديث وحلق قرأ كتبه وحسيه هو إن كتابك الدارة قدني كقرأي أي أقول إن بضنا وكم بضنا ولا طابع حتى أن لبوض الطابعين وحكى له وحكى قري علي بن المديني وحكى قري عبد الرحمن بن أبي حاتم وحكى قري خلال مركا كتب متعددة لك قري وايح ولما ذكر وحي ورنشرين وحدي عكرتا علاد حديث كالعلية علاد الله الشيقي إن الوقت هذا قار كود أنو ضدك كقن عنكرين عالم كالناقد كأه يا حافظ كأه وحول الشيخ وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه ودعي كرت عبارة كان علينا يا حديث كإني كقابته عن إقامة الحجة دليل إن أكين على دعواه الشيخ الشديس كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم سيد الروح الصرف لها أيه مركو الدينار كي الدرهم كالنقدين يولي هيكني وفوتشري اما عدنتي اصل كاك مصنع السماء انو ضدك سياره فضاء انا اهين ضدك عامه الناس انو كقن عنكرين يعني بكثره الممارسه وحقوق قرن يا نكني خبره اولى يا هي ان معدنتي اصل كاهيد وكسميسن يا هي يعني انو هي السياره علماء المحدثين ترى واحده والسياره الحديث وصرف لياش يا حديثك لعقوه واجي روحي كسميسن اجري معدن معدنتي اسقلب لو بارا ما جري لكن رجعنا أقانت أقولها مدد بدنك الشقيين إيه شقده ذي بأي تحي أقانت بدن أي شيء دراديد بفره دوحي النقدين مركز سلا أطاب تاني قرنيا يعني. إليه كان وحوي وأصل والدرهم كحقيقي أهل معدن تفضل قصة ما يسنا والدينار كحقيقي أهل الذهب كقصة ما يسنا كان وحي إليه وبهرج أم هو مزيف بفوتشري يمكن تدق صرف لياش هيد عالم جاهي حلا يلهذا فروه هذا وحي كده جاي المشينكي مشين هو بنا سلام مركب قبطان قاركود بيوحي قرنا يان دولار كون فوت شري هي نوعين مركب سلا وحوي الصير فيجو ددوينها أنا وقع الضين كرين وحجقا أنا يسأنا وش يجي كرين إنه كري فوت شري هي إنا نوعين سلا سوكل ليش بهم بول على ماضي حديث كشيخ كم إذا أيه وحلو يري صابته أطر هذا حديث كني وقرط أما هو باطل
أما وحلا مذا مرك علة الحديث هو خفيتها يقرصون تاعي علاه هذي ظاهرتها ضد بضم باقرمية لكن علة خفية ذا أبل لوش ذا حابين أوه حاعطيني ذو حكول وحاعطيني إن هذا ريق ويديسه أنكر هذا حديث كان وساس وقلت ذو حديث ظاهر كسنتك صحيح مو إيجي هذا اتصال السنة تاعي هذا ثقة الرجال تاعي عدالة دي حق الضبط ذا يمد والبا شدود كسرني ما موقده هذا مرة إلا الظاهرين أكو مسرنا يا سنة كنا متصل بمركز ويدين إلا خفية كسرنا الذي خفية ذا هاي محوكو عضينية ربما إنه ندرك قل عن كريم وحلو حكوا على مضى أنا جاي ويدي حديثك من كاجت شوابي محمد بن وارا ويدي وكاجت شوابي هبل كلو ويدي وكاجت شوابي ما شوابته سوى فقد أن جاء نسقي ومدول بيجي حديثك واسرع حديث كان وقلط حديث كان وباطل يسأل خلافته حضانه إس خلافنا واحد وقعدته إنه هو ذا يدك هذا الله حضانه أن جان إس أغين أن إس كسيكو هذا الله واحد وقعدته إنه علمي جان إلهامي هاي أحلى أنك سيدي بسنين صدح ذي ومر وميد التدري حديث كي ويدي إس قول بين نقدين إس كمال بين رأي الرسول أشهد أن هذا العلم إلهام وحو يريم ثم الوهم وإنت أدبد وهمك وهم وظنك ضعيفك هذا مركز الأخير لكن وهم المركز اللي يلاهده وغلط كأي اللي يلاهده وهم يوهم وهما بفتح الهاء قال بدو وكل دوي إن اطلع حدي لطالع ذو عليه بالقرائن أما أراد اللي قد طالع ذو وهم كاس يغلط كحديث كطلع عين والشيء الظاهر ما هي قرائن يا أما أراد أي اللي قلت يو جمع الطرق طريق هذا إلا كل مية أي اللي قلت طرق الحديث بل السؤل دي فالمعلل معلل ويه ومدل علي إلا الله شهده رمضا قاركود وحي المعلل إلا يلاهدون بصحنا العربي أهان وعلا فهو معلل لكن علل هدي إلا يلاهدون ومن العلل بحذف الزوائد مركب بعض ما يلي عربي أهان ما بصحنا المعلل إلا يلاهدون المعلل إلا يلاهدون الصحنا لكن على كل حال علماء العربية ذا قاركود ويشيغين لكن سيدا غالب بضن كو أي شيغين با معلن علماء العربية ذا بضن كود ويشيغا واشيغين معلن لكن عد قليلا معلل شيغتين معلل أو بمعنى معلن لو تشيدو يعني عربي أهان تلتوه وعلا وحن قنيا وابكوضي علا وابكوضي مركز متعدي لغا ديقيو أعلا هو ليلة دا أعله وليه مركب معلم بين غنس واتي كان الله شيغانو علله نقار نادر الشيغوس النقدي على كل حال مراد كان لوغت شيداون ام معلم هي معلل مراد كان لوغت شيدا هو اسكو ميدكي وهو شيخ يقول ثم المخالفه ان كانت بتغيير السياق فمدرج الاسناد ان تادبت المخالفه ان كانت هضيئها تو بتغيير السياق سياق بدلات لبدل يوم تكسو كان هضي نقطه فمدرج الإسناد والسند كي أوحل دح قليي يعني السياق السند كان بدليا والسند كي أوحل دح قليوي مدرج الإسناد بريا أو بدمج موقوف بمرفوع أما أي قصوناته موقوف إلا قد قلين أيوه الصحابي قال قد شوشين أيوه بمرفوع أي في مرفوع إلا قد قلين إذا النبي قال له كريال أيوه الله رفعنا مقام كالنبي هو عالي أو صرحيا فواحد يستقلون إسبانيا كأنه مقام كرية كرية وعركا سوكا لأين الله رفعنا فمدرج المتن ومتن يقول وحل دحقل أو بتقديم وتأخير أما وحو كدعي هرمر وحل هرمري دنبيي وتأخير يوحو الرئي إلا الدبمري أولك لا قلبي أولك الهرمري فالمقلوب وكل قلبي يلا الدبقدي أولك قلبي أو بزيادة راوين أما مخالفة وحي كل عضي راوي إلا كرية كل عضي سنة كسيدة أطحنا أي سيدة أطحنا وحي لك لدح قليي لبا الراوي اسكح قال راوي لك لدح قليي فالمزيد في متصل لأساني ومد لقو كرية سنة دادة حرير سن قدوه دا لقو الزيادية لقو كرية أو بإبداله أما الراوي أي مد كلا لقو بدلي ولا مرجحة وحكا لأرجحي أنا أنو تشري فالمضرب مضرب
وكيس برامبري اسكهريمي اسعارضي اسو اسقراعي. وقد يقع الإبدال وادعى إن إبدال خدعه سنة كي سنة كلا لقو بدلا أمر راوي راوي كلا لقو بدلا عمدا وقان إن لقو بدلا وادعى حال الله كصيه امتحانا أي الامتحان امتحان درادين لقو بدلا أو بتغيير حروف أما وحي كدعى ذي مخالفته حروف إلا بدليه مع بقاء السياق يظل لقبه يعني السياق إنه سيدي سي أهانيه وكب باقي نغنى هيئتي يقاب خيب أهانيا لكن هذا حرف بحرف لقو بدليه فالمصحف مصحف ويه والمحرف يمد التحريفيه ويه شوفوا حتى الماما يا مخالفة دي طبعا كي نوع طعنوا رواتك كصاب سنة شنكم من ظهرك وظهر مريي وهمك وهمك لقصة صاري قراء انت وايه واتي اللي حد بيتاسي أهيد مركا وحين نغانا يسا لح قيبود نتقاط قيبتة الضباد وحويا وإن مخالفة دي كل عضي سياق السنة يتحي السنة إن وحلقة بدل مركا كا كل عي بدلات السنة كسدو أردقنا وحلقة بدل وحليها مدرج الأسانيد بالي لهذا أما مدرج الإسناد سنة كي وحل دح قريالي لهذا تصنع وحي كل دعي كرتا قيبه كل الدوام بين نغان كرتا صور كل الدوام بين هذا مر وحي نغطا جماعة حديث سورينيس سنة دا كل الدوام بين كل سورينيس مركزا راوي ورينيا رمان مركزو كل من ايا سنة كريا وأساني دا كم يدو كل من ايا وحي كل الدوان ايا إن معطيني ومدرج الاسناد أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوين فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد. حلقة يا برواد قار كود إني سكوميت كيهين أما ألفاظ أي كحم بارين أي كل الدوينه مد بالقى يا بين لها حد السنة مد بالقى يا بعن مد بالقى يا بوحوي إنه يعني اللفظ استعماله مد كان اللفظ كلا استعماله وحب الله يا بين إسديريهين اختلاف تقول بحيينا مع ضيني أما متن جاء يا الراوي هيا قيب كم يدمو يعني طبعا والله تجمعين يا والله وضع نسبين يا مد انت اللي مورين انت هرون بلوري مد انا اسقر لما يسترن بوري وانا الله وضع نسبي احنا نقول ايسا مدرج الاسناد سورة كلا واحد تاي حديث كي ايوح وكم مقلاي شيخ ايسا ان يرأو كم اذا مويان انت شيخ كما مقل اساق وارد افتا راوي كلاو شيخ كوري اي انت او الشيخي انت بكو درصدي حديث كي انت هرون انو كم مقلاي مشيقين انت الان اساق كم مقلاي رمان وحقودا نسبية الشيخ سايري الشيخ انا حديثك كما وضع مقالي طرف كنير وكما قيها واسطك لكل مقالي واسطنا معطين متك لوحا هيا لبما تنئو كالدوان ولا بس سند او كالدوان له مركا صورين اياه اساقو اللبدي السند متك وتكو كافتوم اياه ايو اللبدي ما تنئو كورين اياه فيرويهما راو عنهم مقتصرا على احد الاسنادين او يروي احد الحديثين باسناد الخاص به لكن يزيد من المتن الآخر ما ليس في الأول حصمين يا حديث كان السند بوليه كان السند بوليه مروا حصمين يا بعض المتن وورين يا لكن لبدي السند مدهام بكو كافتومية مركا السند كان انت مركا وحوية ميدو كو دورين شري ما قيب كم يدون بكو ورين شري أما لبدي حديث مدهام بورين يا سند كي حديث كا كو قار كهابان وكو ورين يا هي شي زيادة سند ككالاء لقو السو وريي وحديث كاسي لها أي كل درسنا يكن أنا عطينا كل ذلك مدرج الإسناد أي سكريا نوع أفراد وحيولي وين السنة تحه سنة كي مركو الشيء قد بدد بوح لك كل من دادنا هذا اللي بلح قري شيء قال كل ما يبو هذا اللي حقري هذا الكبر الشيء دادنا حديث كي بها ضواب بلعبة عدي مغلي سيو حيو قادة طيب اللي سنة كي وكيت حي انت أو الشيء قاني أنا حديث كم تاين قصة سون نقريا شريك القاضي أي واحد اللي سند بطحي سنة كمر كل مية أو مرة النبي صلى الله عليه وسلم وحيرين أي إن صابت اللي يلهده وعبادة بدنا بسوق لي بتشي الصور وريا هسوق فرحة حوم ملية إن كاني إن قيام الليل حبينك كعي وحول من كثرت صلاته بالليل حصن وجهه بالنهار حلو قاطي النبي يقول إنه السنة يلي لأن حديث كسيو بروه سنة كده دبقو من نغم قاربا وحيوريين حديث كي مركز دنباء والشاقي إيو قدر كان لفتي سبا من كثرة صلاته بالليل حصون وجهه بالنهار إن هذا كي النبي قاعد يكوض متى ومدرج الإسناد
مدرج المتن وحلا إلى رأس جنتشرا مدرج المتن ومر وحدة على أول كسنة كان أيوة مرنا وحدة على سنة كدحديس مرنا وحدة على سنة كآخر كيس أنا بظن إن سنة كآخر كيس لا سنة كأول كيس يصور دعاء وحكم إذا حديث كالسوري من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما بابك الجيء ولا بقى مركا حكك الرجال لبر رواية عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار خطيب البغدادي وحي لي أبو قطن يا الشباب لبضوا ويكون خطئين أنت أجوه الرئيس حديثك أصبغ الوضوء ومن كلام أبي هريرة أبو هريرة دتك وحكي لي أصبغ الوضوء راي ويسد إسكرنا ما يسترى وأي النبي وحي لي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار مركع عذبه وحي قادت أصبغ الوضوء أنا هنا كم تهي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا من كلام أبي هريرة رواية كلا كلا عطينس كوح النقر يا مدرج المتن وأول كدعي وحدعي كرتين ودعه هذا الكدحديس رواية للسوري من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ انت هذا أو أنثييه أو رفغه حنقول يا مدرج وأنا مدرج في أصناء المتن نعس آخر كائن ودعه نواد دعه إدراج كمتن وأنا صدق بطن وغالبا إدراجك وحكوه مادا آخر أي مدى صواها كان صدنا وحكم إذا أنا ما على سبيل التفسير أما وحلم إذا الله الشيخ تأذن مركا لمودو إنو حديثك كم بدي هاي استعلقات وحكم إذا حديثك أبو هريرة وحسوري حديثك النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران أدونك مملوك إلا لي هاي لبعة شرقري وحو الراعي والذي نفسي بيده كي نفطي ذو قعنتي سكوترتان قد أرتو الله أهي هدي جهاد في سبيل الله أن أشر لهين حشنا أن أشر لهين سما فلك هو يضع أن أص ما فلا يبر أص ما ين ينأين أشر لهين لا أحببت أن أموت وأنا مملوك حن شعلان الله إن النتاع نجوا الضون أه أعيد لهذا حديث البخاري وسوري سلا إسقى أحرر سما مسوري لكن علماء وحي هذا أنت تنضم بهو مدرج والذي نفسي بيده لا قبل أبو إلى آخره مدرجوي ومدرج المطني قريرنا وحا سما فلك هو يدي هدين يشير له نبي هو يدي ده واحد لما تصقوا يرو السبيه مركا عدة وقت كان أرنا الساعة هو يدي إن نص ما فلا يهدين يشير له هاي تقطع النبي جماعة إذا وإن أبو هريرة كوح النقان يا مدرج المتن وحنا عضي سي مستحيل لماذا أي مستحيل كتهاي إنه هذا كان النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم وأيه هو يمرك أوصى مفرية متشوبي مرك وحي الله لقول قرطوحة كم إذا مدرج كي متنقى رواية عضينا يسوى فصلنا يسعين لهلو وكل السوع عيسى محمد وحكى الله لقول قرطا إن راوي قلفتي سنة سكرية وحكى الله لقول قرطا إن أي ماذا قاركود وعلم كان حديث كأقون زيادة أوله إن أي نص كرية نشيغان وحكى الله لقول قرطا إن مستحيل تهي النبي صلى الله عليه وسلم من سلاي لهدو أنت عميد والبالغ قرطا مدرج كتب بالغ قري ولماذا ماذا كتب تك قرطين وحكم إذا خطيب البغدادي أي كم إذا وحقري الفصل للوصل المدرج في النقل فحل إذا خطيب البغدادي فن كستا أما النوع كستا أنواع ذا حديث ككم إذا كتاب إفرادي أكرية لا لي هذا تغيير هو حكوي من كراء إن موقوف لجود قليه مرفوع إذا لك السوعين وصلة صاريا شائن أرجني وحكوي من كراء موقف كيبا لقد قلنا يا مرفوعي على سبيل التفسير بو إيمان كرا على سبيل الزيادة إيمان كرا هذا الكي مركو الشيقي إنو إساقون عندي قيس هذا الكالك أورميو أوران كرا مركا مدرج المتن با كان لي هذا دمجي وإدخال وقرين بمرفوع أي في مرفوع يضان لك لفصلنا العظيم وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر حورنا يا ابن حجر كتابك خطيبك انت صوت تلخيصي ايان كزيادي انت وياهي لبن لاب كيد اما كبدا مدرج الاسناد كو حنقنا يا لما مقع ان لاستوى مريو سيدا مرة ابن كعب يا كعب ابن مرة قلبات دا مقع لك لقلب ايو حنقنا يا مقلوب ومقلوب حق السند كدعي حق متن قلفتي سنوى كدع كرا وسيدا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق الشماله
رواية سألقو سوري لكن ومقلوب بينها علماء ورجل تصدق بصدقة فأخفاها إن صدقت مركز أو صدقة يستطيع صدقت دي قريي حتى لا تعلم يمينه ما تنفق الشماله إلى مدى كتيس أين أغانين وحي بدي حديث بحصي صواب كنا محوها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه مركز وحن نقنا يا مقلوب متنقي قلب إلا قسم ينقنا أما هذا مركز تهي مخالفة راوي إلا قس زيادية سنة كالحديثة عد أن زيادنا أي كحفظ بضنتها وكضبط بضنتها عد الزيادة سي ونقول يا المزيد في متصل الأسانيد شرط بؤيارة شرط يا سواء محي ومن لم يزيدها أتقن ممن زادها وإن مركا كأن زياد أن راويها هل كأجلين وإن كإتقان يضبط حفظ بضنيها كزيادية وحن نقول إذا حديثك سيد هرب الصحيح بكوها وإلا هدو كان زيادية يساقو إتقان بدنيه وحفظ يضبط بدنيه فهذا كان وحينا قولنا سمع لولا أما معلّة مثل علّي أصوابكو أها إنو هالكاس كتشرو انقطاع وأنو كمقل إنكو أدحي سيد الصحان أي أهيد وشرطه أن يقع التصريح بالسماع شرط بأن الله شرطنا وشرطه وحلو شرطنا يا أن يقع التصريح إنه دعه عضين لعضين يا بالسماع مقل لعضين يا إنه دعه أي شرط أه في موضع الزيادة زيادة ذا ماشي ذا إن مركز السماع كدعي أو راويقني شيخيس كم مقلي أن وح زيادين إنني شيخيس إنه كم مقلي بعلى شرطنا يا هدي شرط قاسي أوتشرو أتقن نؤيهي وحين نقول إيسا زيادة داسي إينا نسقنين وحديثك وحو راجح كن نقول إياه إنو السيدي ساكو حديرسين وإلا هدانو السيداس أهين وصماع آنو تصريح فمتى كان معنعنا فمركو زيادية حالو عنعنين يعن وحكوريني مثلا تصال أهان تصالهم بين تصالين الناية ترجحت الزيادة وحراجح نقول إيسا الزيادة ده مركا وحو الشرطي إلا ما شرطي الشرط الأول كان زيادينيني وإنو أتقن يهي أو يسو حفدي إيا الضبط بديها كان زيادينيني وإنو يسو أتقن يهي بمعنى يسو قبشب بدن يهي أو حفدي بدن يهي أو كحفدي بدن يهي كان زيادي أتقن وإنو يهي وشرط الأول الشرط الثاني وإنه موضع عن زيادة إسقو تصريحية شيخي سإنه كم مقلي مركان إنك وحده حجلينا إياه الراويك لأود حيسينا يا شيخي سي ويروى كم مقلي ويروى مركان وحكورني هبل بأجوريي وحراجح نقول إس زيادة أنت طيب هذا الشرط حاصل يهين إسقنا أتقن يا هاي وحفظي بدن يا هاي كان زيادة كمرا مر لبات كان السماع والتصريحية ولها شيخي جوا كم مقلي عدة ترى هذا هبل با وقش شيء عدة ترى هذا وسيدا يسقو وريي وحين نقول يسأله راجح كي هي كزيادة الآن تو حديثك سيدي صحيح كي هي حتى هدي الراوي ضعيف اللي دحق ليه حديثك ضعيف كن نقول ماي وبدون الزيادة الصحيح هي حديثك وحين نقول يا المزيد في متصل الأسانيد لكن لبض الشرط هدي مثل لوايو وأنا أتقن أهين كان زيادين يا إتقان يحفظ بذنيها يضبط بذنيها قبش بذنيها حراجح نقول إيسا الزيادة ده. وكذا هدى السمينيه النوائسكو ميد ويهين سواسية وميدكودنك كلاان وكحفظ بضنين مركانة وحراجح نقول إيسا زيادة ده. هدو السماعة تسريحين وايو أو عن عنك وريي حالك عينك أصنا مر الليبا وحراجح نقول إيسا زيادة ده. هدي كانوا المركز زيادية ضابط يهي هدو ضعيف يهي معتبر ما لكن هدو ضابط يهي ولو أضبط بيانا أهان وكي حفظي قبضنا بيانو نقن الموضع عني هدو يهي موضع ونكا كالعن عني يهي كانو الزيادة كرية ضابطنا يهي كي ضبطي قبضنا وحفظي قبضنا بيانو نقن زيادة راجح بين نقن ترجحت الزيادة مركز لبضى الشرطة اللو إيجية
لبض الشرطي هذي لما يسترينهين عدم الزيادة راجح نغنيس لبض الشرطي هذي متكود لواينا زيادة دا أي راجحة نغنيسة هذي عدة سيادي سيئتها هي عدة ضابطة ولو أضبط بيانو نغني هل كاسينو قتشوغو والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.